السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير يا حبايب قلبي. النهاردة هنعمل مع بعض سمك المكاريلي او البلاميطة. انا بنضفه وقلت اوريكم طريقة التنظيف للي ما بتعرفش تنضف السمك. التنظيف طريقته سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين. وهنحوش الظهر كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة جدا، ونفتح بطنها كده ونحوش الديل والخرش، وما تاخدش منكم وقت خالص اهي يا بنات اهي. وننضف بطنها، نشيل الدم اللي في بطنها كده ونعيد عليه واحنا بنغسلها، ما نخليش في بطنها اي حاجه اهي. تنظيفها زي ما انتم شايفين ما خدش مننا اي وقت اهي يا بنات. اعمل لكم واحده تانية اهي. السمك ده هنتبله وهنقليه ناشف، مش هنعمله صينية ولا حاجة، هنقليه بس النار اهو يا بنات. اهو يا بنات ازاي هنكشف الظهر كده زي ما انتوا شايفينها. اخلص الكمية اللي معايا وارجع لكم تاني. وزي ما انتوا شايفين يا بنات خلصنا كده التنظيف بتاع السمك، نظفناه وغسلناه، وزي ما انتوا شايفين كده يا بنات بقوم اجزلها كده من ظهرها عشان تستوى وتبقى مستوية كويس معانا واحنا بنقليها. زي ما انتوا شايفين كده هنتبلها مع بعض. يلا بينا، يلا بينا يا بنات نجهز الحشوة. معانا قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وقرن شطة خضراء، ومعانا راس ثوم متقشرة، ومعلقة بهارات، ومعلقة ملح، وعندنا دقيق للقلي، وعندنا خل، هنحط معلقة خل على التتبيلة. يلا بينا نجهز التتبيلة ونفرمهم وارجع لكم تاني. ودي يا بنات التتبيلة جهزت معانا اهي، يلا بينا نحشي السمك. ما انتوا شايفين يا بنات كده هنحشي السمك. عملنا التتبيلة، التوم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ومعلقة الخل، ونحشيهم كده. وكده التتبيلة اهيت يا بنات، تبلنا السمك معانا ويلا بينا نقليه. وزي ما انتوا شايفين يا بنات بعد ما اتبلت ربع ساعة بلناها دقيق اهي عشان نقليها. حطنا الزيت على البوتاجاز اهو يا بنات سخن معانا، نبتدي نحط السمك في الزيت. زي ما انتوا شايفين يا بنات السمك اتحمر معانا اهو. معلش بقى مش واخده راحتي عشان انا اللي بصور. وده يا بنات السمك جهز معانا اهو. كانت وصفة سهلة وبسيطة، وشفت طريقة التنظيف مفيش اسهل منها، وطريقة التتبيلة وطريقة القلي. وصفة سهلة وبسيطة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، ما خدتش اي وقت مننا. ولو عجبكم الفيديو دوسي لايك وشير، ولو اول مرة تشوف القناة اعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد من مني للاكلات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.